فضيلة الدكتور، السؤال: ظواهر سلبية ترى أنها موجودة في المشهد الثقافي، على المثقف أو المثقف الناشئ تجنبها أو البعد عنها؟ شكرا. أنا أرى أن الإنسان إذا كان موضوعيا فهو أخلاقي، وإذا كان موضوعيا فهو عالم. والقيمة التي تلتقي عندها الأخلاق والعلم هي الموضوعية، أن تفكر تفكير متوازن، ألا تنجرف إلى جهة فتنسى أخطاءها وتمجد بفضائلها. ما دام في انحياز ما في موضوعية. وأعظم شيء بحياة العلماء الموضوعية، هي قيمة أخلاقية وقيمة علمية. فلما إنسان بينتمي لجماعة يرى أنها فوق الناس ويسفه من كان على خلاف معها، ما عاد موضوعي. ولما بتفقد الموضوعية فقدت العلم كله. فما لم تكن نظرتنا حيادية موضوعية ليس فيها مبالغة، أنه العلم لا يحتاج إلى أن تكذب له، ولا أن تكذب عليه، ولا أن تضخمه، ولا أن تقلل من خصومه. العلم أكبر من ذلك، أنا هذا إيماني. والعلم يلتقي مع الدين، العلم يلتقي مع الإيمان. فإذا أنت كنت موضوعي أنت مؤمن. يعني مثلاً جاء صهر رسول الله مشرك، جاء أسيراً، هذا عدو يحارب النبي، أم قال كلمة النبي بتبكي، قال والله ما ذممناه صهراً، كان موضوعي. الآن هو مشرك وجاء ليحارب النبي الكريم، بس ما نسي فضيلة من فضائله أنه كان زوج صالح، قال والله ما ذممناه صهراً. هذه الموضوعية. الأنبياء كذلك. وأنت ما لم تكن موضوعياً ما لك قيمة. شو صاير؟ في جماعات جماعات، كل واحد شايف جماعته أولياء معصومون، وحتى يرتاح بيقلل من قيمة جماعات أخرى. هالنظرة هي غير الموضوعية، بتضعف الدين كله. أنا هذا إيماني. أنا بقول من حقك يكون لك شيخ، بس مو تبني مجده على أنقاض الشيوخ الأخرى الآخرين، هذا ما عاد موضوعية. أقول نحن بدنا شيوخ. أنا يعني تربيت على يد شيخ بحبه كثير، بس ما بقلل من قيمة عالم آخر، لا من قيمته ولا من آثاره الطيبة. يعني أنت موضوعي، أنت عالم، منحاز لأي سبب ما لك عالم. واضحة؟ دكتور، لكم كلمة تقولون فيها: أخطر شيء في الحياة أن تهتز عندك القدوة. نعم. والمؤتمر له علاقة بالثقافة. نعم. ومن هنا ننطلق بسؤال صغير جدا وموضوعي: المثقف يثقف، بالتالي هو مربي للآخرين. مع ربط القضية بهز موضوع القدوة، القدوة ممكن أن يخطئ. القدوة عند فقد القدوة الذي هو أعلى منه ماذا يصنع؟ أو كما قال الشعراني: من يربي المربي؟ عفواً يا أخوان، لا سمح الله لا قدر، واحد بحاجة لطبيب، معه مشكلة بمعدته خطيرة جداً، يعني في مشروع ورم، فجاي واحد معه بورد ودخل لعيادته، بيخطر بباله يسأله عن استقامته مع الله؟ ما له علاقة. أنت بدك من هالشخص فقط معلوماته، قد يكون مهندس، قد يكون طبيب. فأنت بأي علم تحتاج إلى عالم يتقن علمه فقط، وما بيعنيك سلوكه إطلاقاً إلا مع عالم الدين، استثناءً لا يمكن أن تقنع به إن لم يكن هناك تطابق تام بين أقواله وأفعاله. عالم الدين بيته إسلامي بده يكون، حرفته إسلامية، أوقات فراغه إسلامية. ما لم يكن هناك تطابق تام ما بتقنع فيه، أنت مو بيدك. الفيلسوف اختصاص، واحد دارس فلسفة، يا ترى مستقيم مو مستقيم ما له علاقة بالموضوع، معه اختصاص فلسفة، بدها فكر، بدها ذكاء. أنت لما تكون موجه، أنت داعية،
أنت عالم إسلامي، عندك أخوان تدعو إلى الله، أنت بالذات الداعية يجب أن يكون المدعو واثق من تطبيق هذا الداعية لما يقول. أنا كنت عند الإمام الشعراوي، زرته 3 مرات. المرة الثالثة سألته سؤال: هل من نصيحة تقدمها للدعاة؟ توقعت يحكي ساعة أو نص ساعة، أم حكى جملة واحدة؟ قال: ليحذر الداعية أن يراه المدعو على خلاف ما يدعوه. بس أنت الآن أدعو لله، أهم شيء ما يكتشف المدعو أنه أنت إلك معاملة، إلك سلوك بالبيت خاص غير إسلامي ودعوة عامة إسلامية. لا، إذا ما كان في تطابق بين أقوالك وأفعالك، بين بيتك ومنبرك، بين اختصاصك وعملك، ما في دين. هذا الدين، ما ممكن أحد يقنع برجل دين في عنده ازدواجية أو موقف معلن موقف غير معلن، شيء يقال في الخفاء شيء يقال بالعلن، انتهى. أبدا أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤالي مختلف عن هذا الموضوع، يعني بما أن هذا حوار مفتوح، ما رأيك بنظرية التطور، خاصة أنه يعني في أكبر منظمة علمية في العالم 99% من علمائها اللي يشكلون 125 ألف عالم يرون صحتها، وأن بعض الإسلاميين يحاولون الموافقة بينها؟ عندي سي دي يمكن أطلعت عليه ألوف مؤلفة، السي دي ما له علاقة بالإسلام إطلاقاً، 8 علماء كبار من أوروبا حاكين عن هالنظرية على أنها باطلة مع أدلة مذهلة، ما سمعوا إنسان وشك فيه لحظة. أنا الآن والله بس مو بيدي السي دي، إن شاء الله إذا كان الله مكنني بعدكم بطريقة أو بأخرى. هذا السي دي علماء كبار كبار من أساطين علماء الغرب لهم ندوة ونقضوا فيها النظرية، وأول من نقضها هو داروين نفسه، قال: إن لم يثبت العلم صحة نظريتي فهي باطلة. أول من نقضها هو نفسه. بس ليش الناس بيحبوها كثير؟ مريحة يا أخي، ما بقى في آخرة. عفوا، في نقطة دقيقة شوي. هلأ إذا أنت اشتريت سيارة، خليك معي تماما، ولك صديق ما اشترى، سرت إشاعة أنه في تخفيض جمارك بالـ150، أنت بتكذبها دون أن تشعر، ورفيقك اللي ما اشترى بيصدقها، تمام؟ فأنت أمام ضغوط، أمام العقل الباطن بتصدق شيء غير صحيح، بتكذب شيء صحيح. لأنه لما إنسان بيآمن بداروين ما بقى في مسؤولية، ما بقى في انتهت مسؤولية، ممكن يزني، يمكن ياخذ مال حرام، يضحك على واحد تاجر ياخذ منه الشركة كلها، فلتان صار. فأنا مؤمن انه هالنظرية هي والله بكل ذرة بجسمي، وكل خلية بجسمي، وكل قطرة بدمي، وكل قطرة بتمنع علماء كبار ما له علاقة بالدين اطلاقا، هالنظرية باطلة. بس والله تعلق الناس بها تعلق مصلحي، مريحة كثير. إذا أنت طالب كسلان قلت له ما في امتحان، طبعا ما في امتحان، بتريحه أنت، بتريحه كثير. في مسلمين شيخ يعتقدون فيها؟ في مسلمين يعتقدون فيها؟ والله لا أدري. بس اللي أصلا شوف، إذا إنسان طلب الحقيقة والله لا بد من أن يصل إليها. هالنظرية والله أنا بحاول إنه أبعثكم إياها بطريقة أو بأخرى. هون الأخ فاروق. نعم. في اليوتيوب؟ لا بدي انا اعمل طريقه، والله اصلا من شيء كم سنه نسيانه والله، بس بجيبه بعدكم اياه. من علماء غربيين كبار جدا ساووا ندوه حول هالشيء، باطله بكل تفاصيلها، حتى داروين نفسه ان لم يثبت العلم. شو صار؟ في تطور، اما في مراحل متدرجه هي اغفلها كليا، يعني في حالة في قفزة بالتطور والتدرج ما موجود، في كتير أدلة. نعم. كل الشكر دكتور. دكتور عندي استفسار بسيط، كيف نثبت
لرجل أعجمي عاش في قرون ماضية غابرة قبل الاكتشافات العلمية ولا يعرف اللغة العربية أن القرآن كلام معجز وأنه كلام الله؟ والله الحقيقة أن القرآن دعك من إعجازه، هو منهج إلهي. الله عز وجل قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإذا قرأوا القرآن وقرأ تفسيره، إذا في عنده إمكان ينقضه يجيب لنا الدليل، لأنه تطابق. عفواً، أولاً هذا القرآن كلام خالق الأكوان، تطابق القرآن مع القوانين 100%. لا يمكن الخالق يتكلم شيء وعكسه، هذا كلامه. يعني الكون خلقه والقرآن كلامه، فالخالق هو نفسه الذي جاء بكلامه هذا، فهو تطابق كبير جداً. بس بده بحث طويل، هذا بتجيب الأوامر كلها، النواهي كلها. يعني مثلاً لما طلع رائد الفضاء للفضاء الخارجي صاح بأعلى صوتي لقد أصبحنا عمياً لا نرى شيئاً، شو صار؟ تجاوز طبقة الهواء، ما بقى في انتصار ضوء. واضحة؟ تفتح القرآن ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. شو هي؟ شيء وقع قبل 20 سنة، أي من 1400 سنة تشير لهالشيء. هلأ بالليزر عرفنا الأعماق، اكتشفنا الآن أنه أعمق نقطة بالأرض كلها غور فلسطين. معركة الروم والفرس تمت في غور فلسطين. الله قال غلبت الروم في أدنى الأرض. شو هي؟ من هالنوع في عندي 1300 نقطة، 1300 آية علم كونية بالقرآن، وكل آية تشير لحقيقة الآن كشفت. والله بتحس بكل ذرة بجسمك وكل خلية بجسمك وكل قطرة بدمك أن القرآن كلام الله من هالآيات هي. 1300 آية، 1300 آية علمية. خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة، هي واحدة. بعلم الطب، بعلم الفلك، أبداً. بسم الله الرحمن الرحيم، جزاك الله خير الجزاء شيخنا. في سؤال، لماذا فرق بين ثقافة الإنسان الغربي والإنسان العربي والمسلم وناحية القراءة؟ نرى الإنسان الغربي يقرأ في كل مكان وفي كل زمان على العكس ذلك من الإنسان العربي والمسلم، فأمة اقرأ لا تقرأ، لماذا هذا السبب يعني؟ أمة ارقص هلا مو اقرأ. جزاك الله خير. والله يا أخي الغرب متفوق، الغرب متفوق، علومه كلها مادية حصلها وانتفع منها أعلى انتفاع. هو العلم، عفواً، النبي قال دققوا، رأى هلال قال هلال خير ورشد، كلام عجيب. خير ورشد يعني أي شيء الله خلقه له وظيفتان، وظيفة نفعية ننتفع به، وظيفة إرشادية يرشدنا إلى الله. فالغرب استفاد الثانية من النفعية. ما في مجتمع بالأرض الآن انتفع من قوانين الطبيعة كالغرب، تمام، أعلى انتفاع. بس ما انتفع منا النفع الإرشادي، انتفع النفع المادي. أنا أرى بطولتك مثل ما قال النبي هلال خير ورشد أن أنتفع به نفعا ماديا، طور صناعتي وزراعتي، وأن أنتفع به نفعا دلاليا أو إرشاديا أو إيديولوجيا، أن أتعرف إلى الله من خلال الكون. الحقيقة الكون هو الثابت الأوحد، ثابت يعني هو مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. الكون يشف عن إله موجود وواحد وكامل، هذا الكون. فكلما تأملت في الكون ازددت إيمانا. وأنا أرى أنه 1300 آية بالقرآن عن الكون دلالة كبيرة جدا، مع أنه هي الآيات التي الله جعلها مفتاح إلى معرفته. في كثير من العلماء يقولوا أنه الأمور العلمية المكتشفة حالياً هي أمور نسبية،
هذه أول شيء، يعني كيف نعتمد على الإعجاز العلمي لنوصل يعني رسالة الإسلام؟ كائنات بغير كواكب ما بتعرف. الله قال وما بث فيهما من دابة، إذا بعد 100 سنة كشفوا بكوكب في بشر عايشين، الآية مغطاية فيها قرآن هذا سيدي، وما بث فيهما من دابة. لا تصدق، شوف تظهر حقيقة خلاف القرآن، لا يمكن، أنه الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن، يعني الله خالق الأكوان والله عز وجل أنزل هذا القرآن، التطابق عفوي وتام بين ما في القرآن الكريم وبين العلم، لا يعتد بها أصلاً. وبالتالي الكلام عن الحقائق. نعم، الحقيقة دقيقة، علاقة مقطوع بها، في عنا وهم 30%، شك 50%، ظن 70%، غلب الظن 95%، القطع 100%، علاقة مقطوع بها بين متغيرين تطابق الواقع عليها دليل، هذا العلم. إذا ألغيت الدليل ألغيت، صار تقليد، وإذا ألغيت الواقع صار جهل، وألغيت القطع صافي وهم أو شك أو ظن. فالعلم مقولة مقطوع بصحتها تطابق الواقع عليها دليل. شيخ الإعجاز العلمي ليس الآن في كل النظريات العلمية التي أحياناً عبر. هنالك أشخاص يسمع أن اليوم واحد عالم تكلم بشيء فيسارع إلى أن يجد آية أو حديث منها دا يلصقها دا يقول القرآن اكتشف أو العفو يقارن، لا يعنى بذلك إنما هنالك حقائق التي ذكرتها هي أكبر غلطة. هذه بعدين يثبت العلم أن هذه النظرية خطأ ثم لكن هو ما ثبت حقيقة، يعني لما ليست أنت نظرية. تتسرع لا سمح الله بتتسرع وبتربط مقولة علمية لم ترتقي إلى مستوى الحقيقة بآية قرآنية، بتكون قدمت معول لهدم الدين، أعطيت الطرف الآخر طريقة يلغي المقولة ويلغي القرآن معه. نعم خالص، بارك الله بكم وحفظ لكم إيمانكم ومن يلوذ بكم إن شاء الله.